القاضي اللي ما كانش قاضي، يعني هو لم يكن في منصب قاضي القضاء. جميع الخلفاء عرضوا عليه منصب قاضي القضاء. وهنا نقطة مهمة جدا، هنا عندما أصر أن يبقي مسافة بينه وبين الحاكم، يعني من أول لحظة دخل فيها مصر لم يشأ يعني تلكأ حتى لا يدخل مع مع الوالي الجديد أو مع الحاكم الجديد. هو من وجهة نظره أخش مع الناس إزاي؟ أنا مش عارف أفهمه، هو مش عايز، أنا مش كمان مش عارف أفهمه. هو عنده بيقول لك إيه عنهم؟ بيقول لك ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا، فاستغني بالله عن أبوابهم كرما إن الوقوف على أبوابهم دلوا. فهو مش عارف يفهمهم. هو بيقول لك لا، السياسة مش علاقة بيها، أنا خلوني في العلم بتاعي. بس كان أيضا مواجها، يعني حتى بعد أن أبقى المسافة بأدب يعني، لكن كان مواجه. وأنا عايزة يعني نذكر هذا الموقف عندما جلس على مائدة الحاكم وقال له إيه، كان مائدة ابن الخليفة. هنا لأنه الولد ابن الخليفة كان متجرئ شوية، لا كان متعجرف، مش بس متجرئ، متعجرف، وكان قليل الذوق، وكان مش متربي. بالظبط كده، يعني بالظبط كده، ما كانش متربي. فهنا الإمام بقى إذا مش متربي تتربى. فقال أنا خدتها من هنا. يعني الإمام برضو التربية بالنسبة له مهمة قوي، يعني نشوف مربي عياله إزاي. فقال له بقى إن الأحمق يعيش ليأكل، وإن العاقل يأكل ليعيش، وإن المؤمن يعيش ليعبد الله. ألا تعظنا بموعظة أو حكمة نفيد منها يا إمام؟ فوعظ العلماء صدقة. يحضرني قول حكيم، إن الأحمق يعيش ليأكل، وإن العاقل يأكل ليعيش، وإن المؤمن يعيش ليعبد الله.